يعني ما شاء الله حجمه كبير جدا. وطب يعني نقول لساده مشاهدين الكوش دي يا ابو حميد. هما دول التاني فردي بتاعي والتاني زوج رجال، والكاس الكبير ده التيم ايفنت اللي هو ذهب الفرق. ده اللي انتوا شايلينه ورا بقى وفرحانين بيه قوي في الريبورت ده، يعني بصراحه حاجه ما شاء الله ضخمه جدا. يعني ده ولا كاس اوروبا بتاع كره القدم، حاجه كبيره والله جدا. الحمد لله، هو يعني ربنا كرمنا فعلا ان هو يعني اول بطوله افريقيا يتعمل فيها حجم الكوس دي. ويعني كل ايفنت كان فيه كاس للاول والثاني والثالث، حتى الزوجي متعارف عليه ان الزوجي بياخد كاس واحد. صحيح. لا هم كانوا يعني عاملين يعني حسابهم ان الاثنين الزوجي كل واحد هياخد كاس، فكان في كميه كؤوس مش طبيعيه. وده على حظنا عشان نرجع بيها كلها. بالظبط فعلا، وده اللي حصل فعلا. احنا خدنا المعظم وخدنا الدرع العام اللي هو اكتر فريق واخد ميداليات. احنا الحمد لله واخدين 2 ذهب 4 فضه 1 برونز 7، فخدنا الدرع العام. هو مش عايز اقول لحضرتك ان هو كان كاس اكبر من الكاس ده. طب ما جبتوش ليه يا ابو حميد؟ ما للاسف ده لازم يروح الاتحاد، ده لازم يروح الاتحاد الاول. لا طب الميداليات دي معلش برضو، في ميداليات معانا على الترابيزه دي ذهب. دي الذهب بتاعت الفرق والفضه بتاعت السنجل رجال والزوجي رجال، والذهب طبعا بتاع الجوجو. معلش ممكن نوري الذهب كده؟ معلش نوريه للساده المشاهدين، خلينا بس ايه اشوفها بس. ده دي ذهب بجد يا جماعه دي ولا ايه؟ بس شكلها حلو. نتمنى الحقيقه. طب انا اوريها لكم. بصوا يا جماعه يعني لو انتوا كده مش عارف بقى كده الاضاءه هتبينها. اي بص انا بظبطها في الاضاءه. ايوه دي بقى دي وشها. بس اوغندا ميدالياتها برضو ده الديزاين بتاع الاتحاد الافريقي، يعني يمكن الافريقي هو اللي عاملها. بالظبط، الاتحاد الافريقي هو اللي عامل الديزاين بتاعت الميداليات. بس اوغندا هم اللي جايبيني كاسات. اوغندا هي اللي عامله الحاجات دي. لا شكلها بالزبط. شكلها فخيم قوي. هي شكلها تشيك يعني بصراحه. بص هي بص مكتوب اول افريكا. بالظبط. طبعا. ودي تقريبا المضرب. لا دي الريشه. الريشه. طب خليكوا بس ثانيه واحده معايا. الظهر ده خليك انت اللي هجيب ظهرها. انت دي قلبت خزينه. ورينا الناس الميداليات. ده اللوجو بتاع الاتحاد الافريقي. أيه. ولو تاخد بالك يعني هي يعني الميداليه الذهب جايه من مصر اهي. يعني مش عايز اقول ده اللوجو بتاع الاتحاد الافريقي على الفيسبوك. اصلا يعني ده بيدج بتاعهم وده اللوجو بتاعهم. ما انا بقول لك بالصدفه ان الريشه جايه في مصر فعلا. انا علقت التعليق. ايوه الريشه جايه في مصر مش هزار. احنا مش اهو تاني. الحمد لله. ده على فكره صدفه بس. ده يعني مصر دايما قبله الذهب وقبله كل شيء جميل والله العظيم البلد دي. طيب دي 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 دي, دي الميداليه خليها. وفي زيها بقى فضه. قول لنا بقى دي بقى يعني الفضه دي احنا قلنا دي الذهب الفرق. دي بتاعت الفرق. ودي الفضه بتاعت فرد الرجال والزوج الرجال.